السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحة؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم فقاس اقتصادي ومقرنش ساهل في التحضير. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير تنحتاجو زلافة ديال الزيت وزلافة ديال السكر سنيدة وكاس ديال الجنجلان وكاس ديال الحليب كاس ديال اللوز كيلو ديال الدقيق فورس خمسة ديال البيضات وجوج خمارات من فئة 7 غرام وجوج معالق كبار ديال النفع البلدي. بالنسبة لطريقة التحضير غنهزو البيض هو الأول غندير هاد الخمسة د البيضات كلهم وغنخلطوهم مزيان. غنهز زلافة ديال السكر وغنخلطها مع هذيك كيسة البيضات مزيان. بعد ما خلطنا السكر والبيض دابا غنضيف زلافة ديال الزيت المكونات كلهم ديال الجنجلان ونضيف كاس ديال الحليب ونضيف اللوز وجوج معالق ديال النفع وغنخلط هاد المكونات دابا غنضيفو الدقيق ديالنا شويه بشويه ونضيفو الخمارة ديال الحلوى صافي ونجمع العجين ديالو. العجينة بعد ما جمعتها هي تتجي على هذا الشكل غنحطها فوق سطح العمل باش نقسموها على كويرات غنحبلوها بحال هكذا ونقسموها كويرات مقادين. بعد ما قسمت العجين ودرتو كويرات مقادين دابا غنحاولو نطلقوهم فوق سطح العمل نديروهم عصيات نحاولو نجيبو هاد العصيات كلهم مقادين ونديروهم في اللاطة. الفقاس بعد ما درتو عصيات على هاد الشكل دهنت اللاطة وحطيتو فيها ودابا جبت واحد الخليط ديال الحليب ونسكافي خلطتهم مزيان وغندهن الفقاس. بسم الله عند نفقس كله دابا فهمت نفقس كله بالحليب ونسكافي. دابا غنجيبو واحد الفرشيطه ونبقى نذوقو. المهم ديروا نتوما الزواق اللي عجبكم بالفرشيطه. نفقس بعد ما طاب خرجته من الفران راه طيب مزيان ودابا هزيت واحد الزيت فزقتو في الماء وعصرتو وغنغطيه. غنغطيه الا عندكم الوقت البنات خليوه ليله كامله، الا ما عندكمش خليوه غير حتى يبرد وقطعوه. بعد ما خليت الفقاس ديالي البنات ليله كامله دابا غنبدا نقطعو بحال هذا الشكل. بغيتو يكون طويل بزاف ميلو السكين ديالكم صافي وغنصطفو في الطاوه وندخلو الفران ونتلقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. الفقاس ديالنا ها هو بعد ما طيبناه. نتمنوا تجربوه وما تنساوش تشاركوا هذه الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. دعموني باللايكات والتعليقات واشتركوا في القناه وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.